وبمناسبة عيد العرس سنتوقف معكم اليوم للتعرف على المجالات الصناعية والاقتصادية التي حققت فيها المملكة مراتب متقدمة على الصعيد الدولي. الحديث هنا على السيادة الطاقية وبالتحديد الطاقات المتجددة وقطاع صناعة السيارات والطائرات، وهي الصناعات التي تسجل تطورا سريعا. قصة نجاح المملكة الصناعية والطاقية نتعرف على تفاصيلها في الورقة التالية لحمزة أيت مسعود. وقد أبانت الأزمة الوبائية أن أودت قضايا السيادة الواجهة والتسابق من أجل تحصينها في مختلف أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض. سيادة صناعية، صحية، غذائية وطاقية، رهان أصبح راهن واقع مغرب اليوم وأحد أولوياته الاستراتيجية. جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية غيرتا التصورات الموضوعة لدى الفاعلين العوام أو الخواص حول التنمية الصناعية بالمغرب، لتنخرط المملكة في مسار إحداث مشاريع جديدة، والغرض تمكين المغرب من تبوؤ موقع استراتيجي في عديد الصناعات على الساحة الإقليمية والدولية. وتحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، شهد المغرب سلسلة من الاستراتيجيات الصناعية على مدى السنوات العشرين الماضية، ما مكن من إرساء أسس المغرب الصناعي الحديث ووضع المملكة كمركز تنافسي على نطاق إقليمي واسع. في صناعة السيارات أصبحت العربات التي تحمل وسم صنع في المغرب لاعباً رئيسياً في اقتصاد البلاد بفضل نمو القطاع المتسارع على مر السنين، قبل أن يرسخ المغرب مكانته كمصدر رئيسي في السوق الإفريقية. في عام 2020 صناعة السيارات مكنت من إنتاج أكثر من 700 ألف سيارة، مما أدى إلى توفير أكثر من 180 ألف وظيفة والتصدير إلى أزيد من 70 دولة. التفوق الصناعي للمملكة لم يتوقف عند السيارات، بل أصبح المغرب في عام 2018 الأول إفريقياً في قطاع صناعة الطيران، ويعتبر اليوم خامس أكثر الدول جذباً للشركات المصنعة في هذا المجال. بالأرقام تم تأسيس أكثر من 140 شركة للطيران في المغرب، حيث تقدر صادرات القطاع بحوالي ملياري دولار، بالإضافة لخلق أزيد من 17 ألف وظيفة مباشرة، 40% منهم نساء. الأمن الغذائي هو أيضاً أولوية استراتيجية للمغرب، ويقع في قلب النموذج التنموي الجديد. في هذا القطاع تشجع المملكة على نهج الاستثمار في الزراعة كقطاع يوفر مجالاً لخلق الثروة وفرص العمل للشباب والنساء وعلى المستوى الإفريقي ولمواجهة التحديات القادمة. وقعت المملكة أكثر من 38 اتفاقية في المجال الزراعي مع 18 دولة إفريقية، من بينها الشراكة التي أطلقت مؤخرا مع إثيوبيا ونيجيريا لإنتاج الأسمدة الطبيعية. ومن القطاعات الاستراتيجية الأخرى ذات الأولوية قطاع الطاقة، قطاع هو اليوم على رأس القضايا الدولية بالنظر إلى الوضع العالمي الراهن ولمواجهة التحديات المطروحة طاقيا ولا سيما تلك البيئية. تراهن المملكة قبل كل شيء على مصادر الطاقة المتجددة من خلال تسريع الاستثمارات في الطاقة الخضراء مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وعلى الصعيد الدولي لا تغفل المملكة عن أهمية الغاز، ويتم توفيره عبر إسبانيا بفض خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، وتعزيز توفيره عبر أحد أبرز المشاريع النموذجية للتعاون جنوب جنوب، خط أنبوب الغاز الذي سيربط المغرب ونيجيريا. مستقبل صناعات الطيران بالمغرب واعد جدا، هناك طلب متزايد على هذا القطاع، وهدف تصنيع 40 ألف طائرة في أفق عام 2040 قائم دائما. Mais ce besoin de produire 40 000 avions est toujours présent. Le Maroc dispose d'une vision. يتوفر المغرب على نظرة استباقية تم بلورتها انطلاقا من خطابات جلالة الملك محمد السادس، وعلى ضوئها انبثق النموذج التنموي الجديد الذي يهدف للنمو الاقتصادي للمملكة ورخاء المواطنين.
المغرب بلد يرفع التحديات دائما تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمملكة اليوم في طليعة الدول الإفريقية عموما في الإنتاج الفلاحي، وهذا ظهر جليا إبان الجائحة.